الله عليه وسلم. بقي حديث تأبير النخل والذي يعني ايه يلوكه اعداء السنه، وانتم اعلم بامور دنياكم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن من اهل الزرع عليه الصلاه والسلام، لانه من مكه، ومكه واد غير ذي زرع. فرآهم يعني ياخذون من النخله، من طلع النخله الذكر، يضعون في طلع النخله الانثى. فقال يعني ما اظن ان ذلك يغني شيئا عليه الصلاه والسلام. ثم لما خرج المحصول شيصا يعني ليس بوافر، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، بأمور الزراعة والصناعة التي ليس فيها نص شرعي. فالحديث يحمل على هذا، سبب الورود قيد في فهم الحديث، والله أعلم.